سلام طول شباب شباب، ان شاء الله بخير. راكم ديكرا اليوم يا اخوان، جاناكم حلقه جديده. اليوم يا اخوان راح نكسر الحزن. اي نعم راح نكسر الحزن، كافي حزننا هوايه، خسرنا بالمباراه صحيح، بس اليوم جاي اضحككم. اني اليوم جاي اونسكم. قبل ما نبلش الحلقه يا اخوان، التحدي اليوم اني ضد عبسي، اللي يضحك اكثر راح يخسر، واللي يفوز راح ياخذ اغلى جائزه موجوده بالعراق كله، العلم العراقي يا اخوان. اللي راح يفوز راح ياخذ هذا العلم. اخاف تقول انه هذه الجائزه مو قيمه، ادخسي هذا العراق. ويلا يا اخوان مرت عليكم، خلينا نبلش التحدي. اوكي عبسي، راح نبلش اول فيديو، لازم نضحك يوزو، لازم خلاص. مكتب راح تضحك اليوم، بس مو معناته انه اذا ضحكت يعني راح ما تنحسب. لا تنحسب. نعم يلا نبلش بالمقطع الاول. القاك يا دكتور، القاك بالسوق، القاك بمستشفى، القاك بدائرة حكومية، وحق الكفل زينب بالطابوق اركض البراك شك. والله كله لا. شباب طبعا انا صوتي رايح لان من ورا المباريات وهاي السوالف. واحد كول حبيبي، انت واحد مبدا. لا واحد كول. واحد كول. واحد كول حبي كول. كنا متفقين ان نذكر هذا شويه. موت حبيبي العراق، اموت على العراق انا. بس اليوم مقاط. لا عبسي انت 2-1 لحد الان. 2-1 والله عيب عليك. لا مو عيب، خاطر العلم العراق، نحب العراق، خاطر العلم العراقي. واحد كل. يلا 1-2-3. شباب اعذرونا، طبعا ما راح نقدر نطلع الصوت. اللي يريد يندز له هذا الفيديو يا اخوان، هذا الانستغرام مالتنا، اللي ما راح نقدر نطلع في اليوتيوب. اقول اخبر 2-1 خاطر العراق. حبيبي العراق طفل يا طفل الاسواق. ناس نبراندو باريس ويبين ستيمن ستارت كليكن نو بيو ام ويتش ستيبن باد بي كومتي. مش عيدة. لا حبيبي احنا راح نعيده. نيكول. بس اذا انت ضحكت ايش قد يصير؟ عبسي لازم ما نضحك لازم ما نضحك يا اخوان. اذا صارنا 3-2 يعني المنتخب خلاص اليوم كله على الحكم يعني حرفيا. خذا الاسمك اذا ما اتهمت لولا واخذك تط من لا اوكي. شوف المقطع اللي بعده. 3-2 عندما طرد الحكم ايمن حسين وظلمه، فوعد ميسي بانه راح ياخذ حق ايمن حسين. صراخه لك ميسي عراقي، لك ميسي عراقي. تدري شو اسمه الحقيقي؟ شو اسمه؟ ابو محمد. بطل ميسي. شرفنا ويو عراقي. البنية تريد تشمر نفسها، المفوض اللي هو الضابط. هاي شنو هاتكم دجاج؟ لا 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 ما يخالف. اي ماما حالي نفسي من لك تراها دجاج. هاي شنو هاي؟ هاي عندكم دجاج؟ ابني راح تموت انا قلت دجاج. طبعا يا اخوان تصرفه كل الصحيح على مود شويه شتته. قد اقول لك شنو هاي؟ تعادلات بس 4-4 كول. نتيجة قوية، كلاسيكو يا اخوان. بس فقط اكل الضحك صراحة. يلا باعوا لا قلبه ولا بد، وهاي سيارتي سايبه وراح اخذ هذا الزلمة. شباب التعليقات كلها هيجي لا قلبه ولا بد، وهاي سيارتي سايبه وراح اخذ هذا الزلمة. خمسة أربعة. صار السادس. لا العراق طيب أبو سيد. دعوة في العراق. لا تلوق. شنو تلوق لك؟ هذا بلدي لك. تلوق. تتجوز سيارة. تدفعني. خوش. وإذا أجوز سيارة بش 120 وكب وكبر الله صحتني شكله. آخ.
السيارة يمشي 120 وكبر الله صعد لي شكل. اوه وجهي كسر خشمه وسنونه ودنيته وعالمينه كله على وجهي. صور ريض. لا 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 بس بس ستة أربعة ستة أربعة وكلام الله وكلام الله. جيب تحكيم غير عادل. شنو تحكيم غير عادل؟ انت حالك حال الحكم. يلا العادي دايج يعني. خمسة أربعة. طالب جامعي لاقي قابوط بالبالة من مشرد صيني ما ظل كلب موبايل عليه هو بالستوري. الأوتفيت كله ما عليه درجة. لا 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 مو قوي. اريد انت ريدر منتخب عراقي اريد ان هاي سؤال. عندي رسالة للي يبيعون فلافل ويبيعون همبرجر. عندي رسالة للي يبيعون فلافل ويبيعون همبرجر. بوكاچان が教えてくれたいろんな見た目になれる。ابسي اسسنا الملعب احنا نلعب احنا اسسنا الملعب. يلا خلينا نشوف المقطع اللي بعده. اللي داش رايح بالليل يسرق الذهبات اهل الحاره. مني احذر زلزال وتسعر اخطر انا بالدنيا. ابو قاسم ابو حاتم ابو حاتم ما بنظر من قدي انا. انت ضحكت ولا لا؟ مشاهدين دي يشوفون. اه ضحك. لا 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 ما ضحكت. انا ضحكت ايه الحسبة تنفع علي. ستة خمسة ستة خمسة ستة خمسة ما ادري حسك والله ضحك علي وكلام الله. اعطيني العراق ابو شيء يا بدعوه في العراق. بعد بعد اضحك على من العراق. ابسطين على من العراق بس اشوفه. شوف ماكو شوفه ماكو لا شوف. ليش ما حاط لايك؟ ليش ما حاط لايك؟ ليش ما حاط لايك؟ ليش؟ حط لايك باربعة. مو الخاطري الخاطر العراقي يا اخوان. حط لايك يقول لك فاينالي على راسي يعني واخيرا على راسي. دق على راسي انا. اوكي عسي ليش ما صعد على راسك انت؟ شخصية الاي وقت المباراة الوقت المباراة. سلاح وشاجوري طب الكاميرا ما عايز دراسة شو يسوي ايش؟ فوق لا لا ما تضبط. اه شوف يلا اضبط هاي. يقول تقصوا هذا المقطع وحط عليه موسيقى حزينة. الحكم الايراني لو ما قدر يطرد ايمن حسين حتى نخسر. والله لو بيدي يسويها والله لو بيدي يسويها. اه رضا دقرت رجع لك يا دقرت رجع ثاني. اضرب الحكم الايراني بالنعالب الف. 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 طول طول الف 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 يا ولد الف الف. انطوني 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 انطوني. اضرب الحكم الايراني ماني سبعة ماني سبعة خسران. استغل الوضع انت. هذا وجه المفروض انه هو وجه. هذا وجه. واحد اثنين ثلاثة. حبايب قلب شلونكم الاولاد؟ اي واحد محتاج فلوس يخابرني وانا بخدمت نطلع انا وياه نجد. لا تضحك تقري. ايش قلت جد؟ ماني اقول. ماني اقول. واحد اثنين ثلاثة. خطية بس خطية. ابسي النقطه راح نخسرها راح يخسر التحدي دير بالك. لا 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 اوكي. شو مسوي وش
شو مسوي؟ عازل؟ اي مو عاجبني. لا لا عبسي عبسي استهدي. النقطة اللي راح نخسرها دير بالك دير بالك. باقي ثلاث مقاطع. وانا هارب المكة بعد ما قلت للدجال كيف انت الرب وما قدرت تصلح عينك. لا اله الا الله. لا اله الا لا لا شفت ايش كيش كيت 9-8. اوكي كم مقطع باقي؟ باقي مقطعين. يا الله يا الله 10 تخسر 10 تخسر بعد باقي مقطعين. لا يمشي البرطار باقي مقطع باقي مقطع يمكن لك طرد اللي مو عازم جماعه. لا لا انا استحق العلم العراقي حبيبي. هسه شنو مو عراقي انت؟ وبنهاية المقطع يا اخوان حاب اقول لكم هذه هي كرة القدم ويبقى العراق عراقا ولا شيء غير العراق، ونبقى نحب وندعم المنتخب الوطني بخسارته قبل الفوز. نراكم في حلقة جديدة.